فؤاد قبيبو، ابتسام باتمان نجحت أنها تردني للطريق المستقيم وتبعدني على الحرام. عبر مهندس ديكور فؤاد قبيبو زوج الموديل ابتسام باتمان عن امتنانه لزوجته والتغيير الذي طرأ في حياته منذ عقد قرانهما، وتقاسم فؤاد قبيبو مع متابعيه عبر سطوري نشره على حسابه بالانستغرام مراحل تغييره قائلا: بزاف ديال الاخوان والاخوات تكتبوا ليا ناري كي كنتي وكي وليتي، الفضل تيرجع من بعد الله سبحانه وتعالى الى زوجتي ابتسام اللي نجحت انها تردني للطريق المستقيم وابعادي عن عالم الليل وتعاطي السموم ورفقاء السوء. ورافق فؤاد قبيبو الصورة برسالة للينا ابنة ابتسام باطمة جاء فيها: احيانا يهدينا الله اشخاصا اغلى من الذهب جوهرتي الصغيرة. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الخاصة باخبار الفن والمشاهير مع الصورة متمنيين لهم طول المحبة بينهما.